بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلاب. نستمر معكم في مساق النيوتريشن لطلبة التمريض. بدينا احنا في السابق في الشابتر الأول، وتعرفنا على رول اوف نيرسز ان ذا نيوتريشن، دور الممرضين والممارسين لمهنة التمريض النيرس بارتيشنرز في عملية التغذية. اليوم احنا حناخذ الشابتر الثاني ان شاء الله، اللي هي نوتريشن اسسمنت فور نيرس بارتيشنرز، عمليه التقييم التغذوي اللي بيمارسوها الممرضين الممارسين للمهنه. انتجريتنج نوتريشن انتو ذا اسسمنت، عمليه ادخال تقييم الحاله التغذويه للمريض جزء من عمليه التقييم الكامل لحاله المريض. Dietary intake affect all the body systems. من الطبيعي انه الغذاء اللي حتناوله بياثر على جميع انظمه جسمنا. ولذلك regards of the type of setting، عمليه الاعدادات لتقييم حاله المرضى، the effective nurse practitioner will include relevant aspects of nutrition assessment prior to making the treatment decision. يعني جزء من العملية اللي احنا بنمارسها لتقييم حالة المريض هي عملية تقييم هل العملية التغذية، هل التغذية جزء من علاج المريض؟ فاحنا بدنا نقيم حالة التقييم التغذوي، تقييم تغذوي لحالة المريض، وهذا جزء من عملية التقييم الكاملة، بحيث ان احنا نقرر هل ندخل الغذاء العلاج التغذوي نيوتريشن ثيرابي ضمن جزء من عملية العلاج المتكاملة اللي بنصممها حتى المريض يسير عليها كجزء من الرعاية المرضى. الهدف ليش احنا بنقوم بعملية تقييم لحالة المريض التغذوي؟ هذه احنا الاهداف اللي بنحطها لهذا عملية التقييم. Evaluate accurately patient dietary intake and nutritional status. بنقيم حالة المريض بشكل دقيق جدا. ايش الغذاء اللي هو بتناول؟ ايش الغذاء اللي هو بتناوله؟ وايش علاقته بالحالة العامة للمريض؟ مونيتور تشينج ان نوتريشنال ستيتس، بدنا نراقب التغيرات في الحاله التغذويه اللي بتعرض لها المرضى. مثلا هل العلاج اللي هو بتناوله قلل من رغبته بالطعام، او هل هو زاد شراهته للطعام، زاد من اقباله على الطعام ولا قلل؟ هل الغذاء اللي هو بتناوله بدعم في اتجاه ايجابي للعلاج اللي هو بتناوله؟ هذا جزء من مراقبه الحاله التغذويه للمريض. ترمان في النيوتريشن ثيرابي اند اور كونسلنج از نيدد، هل بنحدد من خلال هذه التقييم هل هناك حاجه لادخال العلاج التغذوي ضمن العلاج الكامل للمريض، ام هو انه فقط مشوره، بمعنى انه هو حندخل العلاج بس ما نعملش خطه علاج كامله للمريض. Evaluate the effectiveness of nutritional interventions، تقييم فعالية التدخلات الغذائية، هل الغذاء اللي احنا دخلنا مشينا عليه المريض هل هو ساهم في إيجابية علاج المرضى ولا لا؟ هذا جزء من فقالية احنا بنقيم فعالية دور الغذاء في عملية العلاج بشكل كامل. هنا احنا بنقرر هل وبنقيم كيف احنا بدنا ندخل الغذاء كجزء من العلاج، او كيف هل نستمر بالطريق هذا ولا لا. بيشنت هيستوري، دراستنا للبيشنت هيستوري مهمه جدا للاجابه على اسئله. هذه الاسئله ممكن تساعدنا في تقييم حاله المريض التغذويه، وبذلك دفع العلاج بشكل ايجابي. حالة المريض أو تاريخ المريض وإصابته بالمرض contain specific questions about either nutritional cues or effect.
لازم يكون يحتوي على أسئلة مهمة جدا بتتناول النيوتريشن كيوز، إذا كان سبب المرض هو سبب تغذوي أو أنه التغذية لها تأثير على حالة المريض وعلى أعراض المرض الموجودة حاليا. إذا الغذاء إما أن يكون هو سبب رئيسي لهذا المرض أو أن الغذاء يكون له تأثير وظهور بعض الأعراض في هذا المرض. الأمر الثاني الشكوى، مدى الشكوى من حالات معينة بترافق أو ممكن يكون سببها الحالة التغذوية للمريض، مثل الشكوى من الفاتيجو الإرهاق، ويت جين اللي هو زيادة الوزن، ويت لوز فقدان الوزن، أو تشينج إن أبيتايت شود بروموت ثرو نيوتريشنال إيفالويشن أت ذا أوتسيت أوف ذا بيشنت هيستوري، أو أي تغيرات في حالة الشهية، تغيرات في شهية المريض بالزيادة أو بالنقصان. هذا بتساعد في عملية تقييم غذائي شامل في بداية تاريخ المرض عند المريض. هذه ملاحظات مهمة جدا لازم نكون احنا مسجلينها، وهذا بتأثر في المساعدة في وضع خطة علاج فعالة للمريض. نكمل في موضوع البيشنت هيستوري. من الطبيعي ان الديس اوردر اوف موست بودي سيستم كان امين ست ان نيشنال ابنورماليتيز، انه اي خلل في اجهزه الجسم هذا حينعكس على شكل اضطرابات غذائيه بتصيب الانسان المريض. ليه؟ لانه احنا جسم الانسان هو شيء اجهزه متكامله في عملها، فاي جهاز منها بيصيبه خلل حيأثر على الاجهزه الاخرى، ومن هذا المنطلق فانه اي خلل بيصيب اجهزه الجسم بالتأكيد حيظهر على شكل اضطرابات غذائية في المريض. ولذلك فالبريغنانسي حالة الحامل، كانت المرأة حامل لاكتيشن، هل المرأة مرضع كرونيك بين، المريضة أو المريض اللي بيعاني من آلام مزمنة، بيعاني من أديكشن من الإدمان عن أضر سيكاتريك إلس أي وأي أمراض نفسية أخرى. هذه الأمراض اللي بتصيب المريض بالتأكيد حتأثر على حالته التغذوية، وهذا من مهمات المريض نيرس باتيشنرز تو انفستيكيت. فمهم جدا عند المريض أنه يكون عنده قدرة على اكتشاف هل بتأثر الحالة، هل الحالة التغذوية لهذول المرضى مدى كفائتها، وذلك هل هي بتحتاج تدخل تغذوي لهؤلاء المرضى. طبعا هذه الملاحظات تقع على مسؤولية الممرض انه يتبعها ويسجل ملاحظاته عليه. ايضا هوسبيتاليزيشن، تاريخ دخول المستشفيات، سيرجز اجراء العمليات الجراحيه، او اذا كان الانسان انصاب بامراض باصابات بالغه قبل هيك، كرونيك انلس اذا كان الانسان مريض بامراض مزمنه، او اذا كان الانسان مريض بامراض لفترات زمنيه طويله جدا. هل هذه الأمراض وحالات دخول المستشفى لفترات طويلة، هذه الظروف اللي عانى منها المريض، هل تركت آثار تغذوية على المريض تستدعي إدخاله في نظام غذائي يعتبر جزء من النيوتريشن، من علاج التغذوي النيوتريشن ثيرابي ولا لا؟ برضه جزء آخر من الأمور لازم يتحقق منها الممرض من حالة المريض التغذوية، الفاميلي هيستوري، هل هناك أمراض تغذوية أو هناك أي اضطرابات تغذوية
في عائلة المريض نفسه. هذه الأمور اللي بتحقق منها الممرض جزء كبير جدا بتوجه العلاج بالاتجاه الصحيح. على سبيل المثال، إذا كان هناك المريض يعاني من حالة هشاشة عظام شديدة، بيعاني من أنيميا حادة، فبنشوف هل هناك في العائلة هذه الأمر منتشر وموجود ولا لا. قد يكون كثير من الأمراض اللي بتأثر على حالة المرض التغذوية سببها أصلا هو سبب إيه؟ سبب وراثي، خلل في تمثيل بعض الجينات الموجودة في الإنسان، مثل زي ما ذكرنا احنا بعض الأمراض السابقة المتعلقة، مثل السيلياك، مثل البي كيو، هذه الأمراض التغذوية، مثل اللاكتوز أليرجي، فركتوز أليرجي. هذه لازم نشوف هل هم له في سوابق في العائلة هذا الخلل، فهذا جزء جدا من توجيه العلاج بالاتجاه الصحيح. سوشيال هيستوري، هل هذه المشاكل موجودة في المجتمع؟ يعني هل المجتمع بعض الأمراض تنتشر في مجتمعات أكثر من مجتمعات أخرى؟ ولذلك هذا جزء من التوجيه، معرفة الأمراض التغذوية المنتشرة في مجتمع ما بيسهل علينا معرفة أسباب الحالة أو المرض اللي بيصيب هذا المرضى وتقييمه من ناحية تغذوية. برضو جزء آخر من اللي بيساعدنا في تقييم حالة المريض التغذوية واللي أرضه بتوجه العلاج بالاتجاه الصحيح، The patient current food intake patterns، النظام الغذائي اللي بتبعه المريض، such as vegetarian، يعني هل المريض نباتي ولا لا. طب هو إذا طبيعي، إذا كان على سبيل المثال عنده نقص فيتامين B12 وهذا النقص حاد جدا، طب احنا لما نعرف انه فيجيتيريان هذا شيء مع يعني شيء اصبح طبيعي، لانه B12 ما بنحصلش عليه الا من المصادر الحيوانيه، فاذا كان المريض فيجيتيريان فلذلك حيكون عنده عجز ونقص في فيتامين B12، فلازم نعطيه سبلمنت. كلتشر باك جراوند، بعض الامراض، الناس اللي بتناولوا لحوم الخنزير، هذه اللحوم تحتوي على كثير من الطفيليات، وبذلك بيصيب الناس اللي بتناولوها امراض كثير مختلفه. ولذلك حنعرف اذا كان الناس هذول بتناولوا لحم الخنزير فطبيعي انه تكون عنده بعض الامراض. اذا الكالتشر باك جراوند، الثقافه اللي هو بسائدة في المجتمع، بتحدد بعض المشاكل اللي احنا بيسهل علينا وضع حلول لها. And social situations should be considered during the interview، وبرضه الحاله الاجتماعيه، إذا كان هو سنجل، هل هو مرض، هذه برضو هذا جزء من التقييم اللي احنا ممكن نقيمه لحال المريض التغذوي، وما وبناخذها بعين الاعتبار لما نضع خطة علاج لهذا المريض. تجر الإشارة انه بعض العلاجات اللي بتناولوها المرضى بالتأكيد حتأثر بشكل طبيعي على حالة المريض التغذوي. مثلا على سبيل المثال من هذا، الويت لوز، فقدان الوزن. فقدان الوزن شيء شائع للمرضى اللي بيدخلوا المستشفيات، لأنه غذاء المستشفى بيعتمد على غذاء خفيف محتوي على النوتريانت الأساسية، وإحنا بنعرف أنه معظم المستشفيات الشربات جزء أساسي من الغذاء اللي بتناوله المرضى في المستشفيات. ولذلك فقدان الوزن نتيجة الناس اللي بيدخلوا المستشفى هذا شيء بتكون شيء طبيعي. أيضا weight loss is frequently seen in older adults، الناس الكبار في العمر طبيعي أن يصير عندهم فقدان الوزن لما يمروا ببعض الأمراض. هذه الأمراض تعتبر chronic illness، أمراض مزمنة، أو الناس اللي بيعانوا من حالات، حتى من ناحية نفسية الناس اللي بيعانوا من حالات الاكتئاب
نظامهم بتغذى وبتأثر، فشهيتهم للغذاء بتقل، وبالتالي من الطبيعي يصير عندهم ويت لوز. فإذا معرفة المرض اللي بيصيب المريض وتأثيراته على النظام الغذائي للمريض جزء جدا مهم جدا من عملية الاسسمنت اللي بيمارسها نيرس بارتيشنرز للمرضى وأثناء عملهم في دور الرعاية أو في المستشفيات. الكانسر، أمراض الكانسر، أمراض الجهاز الهضمي، gastrointestinal problems، سيرجري، الناس اللي بيعملوا عمليات جراحية، الكيموثيرابي، الناس اللي بياخذوا علاج كيميائي، أو الراديشن ثيرابي، الناس اللي بياخذوا علاج إشعاعي. هذول المرضى اللي بيعانوا من أمراض مزمنة أو بيعانوا من فترة ما بعد إجراء العمليات الجراحية أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، بالتأكيد نظامهم الغذائي حيتأثر، شهيتهم للغذاء حتقل، وبذلك حيصير عندهم ويت لوز. هذا شيء طبيعي لازم احنا نكون عارفينه. ذكرنا انه من الطبيعي انه المريض يقل الوزن تبعه اثناء تعرضه لحالة مرضية او دخول مستشفى او تعرضه لامراض مزمنة. في الحالة هذه نقصان الوزن هو شيء طبيعي، لكن فقدان الوزن له حدود. يعني في معدل طبيعي لنقصان الوزن نتيجة دخول المستشفى، نتيجة إجراء عملية جراحية، نتيجة تعرض لحالات من حالات الاكتئاب، نتيجة تعرض لعلاج كيميائي أو علاج شعري. هذه كلها بصير معه نقصان في الوزن، لكن هذا النقصان في الوزن لازم يكون في حدوده الطبيعية. في عندنا معادلة هذا احنا بنعرف بنتبعها حتى نشوف مدى النقصان في الوزن. percent weight change، التغير في الوزن، هو يساوي الـ usual weight، الوزن الطبيعي للمريض، ناقص الـ current weight، الوزن الحالي بعد دخوله المستشفى أو بعد إجراء العملية الجراحية، على الـ usual weight ضرب 100%. هذه المعادلة احنا بنعملها حتى نشوف قديش التغير في الوزن تبعه. قلنا انه الطبيعي انه يصير عنده ويت لوز، هذا شيء طبيعي، لكن لازم يكون بحدود معينة. هذه الحدود المعينة احنا عرفناها من خلال ميديكال هيستوري، تاريخ المريض، التاريخ المرضي للمرضى، او ريفيو اوف سيستمز، او عملية مراجعة من خلال الأنظمة الطبية اللي احنا بنعمل من خلالها، او طبعا من خلال الأبحاث. هناك في أبحاث، هذه الأبحاث بتحدد مدى نقصان وزن المرضى او التغير الطبيعي في نقصان وزن المرضى نتيجة إصابتهم بأمراض او تعرضهم لظروف بتضطر يدخلوا فيها المستشفى وبتؤدي لنقصان وزنهم. من هذه النسبة المئوية في خلال الأسبوع الأول، من الطبيعي أنه المريض يفقد من 1-2% من الوزن تبعه، significant weight lose من 1-2%، لكن severe weight lose اللي هي الشديد، نقصان الوزن الشديد اللي بنقول عنه أنه هنا في حالة في حالة خطر. إذا كان من الطبيعي أنه يفقد من 1-2% من وزنه، لكن إذا فقد أكثر من 2% هذا بنقول عنه فقدان خطير في الوزن يستدعي المتابعة العلاجية. One month، خلال أسبوع شهر من نقصان الوزن بيكون تقريبا نسبة نقصان الوزن 5%، أكثر من 5% هذا بيستدعي علاج. 3 months تقريبا 7.5% من وزنه بيكون فقده، أكثر من 7.5% برضه هذا سير ويت لوز، يعني نقص وزن حاد أو شديد بيستدعي تدخل علاجي. من 6 months 10%، أكثر من 10% لا سير ويت. لمدة سنة 20%، أكثر من 20% بنقول عنه سير ويت، هذه مضطرد فيها يتم متابعتها بشكل طبيعي أسبوعي أو شهري أو خلال السنة. Review of systems، تقييم حالة أجهزة
المريض. بعد احنا ما عملنا هيلث هيستوري، قيمنا الهيلث هيستوري للمريض، نيجي بعدها حتى نحدد ونضع ايدنا على المشكله بالضبط، بدنا نعمل عمليه تقييم لاجهزه المريض. السبيربس ار اللي سايت ان اديشنال هيلث بروبلمز، والهدف منها ان احدد اي مشاكل اضافيه عند المريض بحيث ان انا اوجه العلاج بالاتجاه الصحيح. Review potential symptoms related to each system, determine health promotion practice, and evaluate self-management of disease status. هذه المراجعة المحتملة المتعلقة بكل جهاز من أجهزة الجسم عندنا بتحدد الممارسات اللي احنا بنعملها بهدف تعزيز الصحة، وأرضا تقييم الإدارة الذاتية لحالة المريض. لقيت في كثير من الأعراض بتوجهنا انه في مشكله في جهاز ما من هذه الاعراض اللي بتحدد، مثلا احنا ذكرنا اعراض، الاعراض بتحدد بشكل عام الصحه العامه، انرجي ليفل، مستويات الطاقه عند الانسان، فاتيجيو، مدى هل الانسان بعد من ارهاق ولا لا، اكتيفيتي تولرانس، اي خلل في النشاطات، نشاط الانسان، ويت تشينج، اي تغيرات في الوزن، هل ملابسه ضاقت عليه، ملابسه زالت عليه، هل بنام بشكل جيد في الليل، بنامش بشكل جيد في الليل، هل عنده نزيف، هل عنده تضخم في عضو ما، هل بيشرب مي كثير، هل بتبول بشكل كبير جدا. كل هذه الاعراض بتؤدي انه في مثلا الهدف منها تقييم كفاءه كل جهاز من اجهزه جسم الانسان حتى نعرف نقيم بشكل عام، وبدنا هذا بيساعدنا في وضع خطه علاجيه جيده للمريض بحيث تكون عندنا رعايه صحيه فعاله لهؤلاء المرضى. بالإضافة للقياسات اللي احنا أخذناها في السلايد السابق اللي هي الأنثروبومتريك داتا، أيضا النيرس أسس ذا فولوينج، برضه الممرضين بيقوموا بالعمليات التالية لدراسة الفيزيكال اكزامينيشن للمرضى، مثل دراسة الجنرال أبيرنس، المظهر العام، سلامة الفم، انتجريتي أوف ماوث، برضه بنشوف حالة التيث، الأسنان، القدرة على المضغ والبلع، characteristic of skin and hair، خصائص الجلد والشعر، joint flexibility اللي هي المرونة، المرونة الجلد على سبيل المثال، شد الجلد هيك وشوف مدى مرونته، hand strength قوة اليد، attention and concentration ومدى ايش انتباه المريض والتركيز تبعه. هذه الشغلات انتم تدرسوها كممرضين، فهذه الامور برضو احنا بندرسها لتقييم حالة المريض. برضو الphysical examination، جيرنال ابيرنس، المظهر العام للمريض، بيسك انفورميشن ريجاردنج بادي هيلث اند ديفلوبمنت ار ريديلي اوبتيند باي انيشال اوبزرفيشن اند بروفايد امبورتنت كلوز تو ذا ديفرنشال دايجنوستس ذات بيجن تو فورم. المظهر العام مهم جدا، بنحصل من خلاله على معلومات اساسيه متعلقه بعادات الجسم وتطور الجسم، مدى نمو هذا الجسم من خلال هذه الشغلات، المعلومات المحصول عليها من خلال الملاحظه الاوليه initial observation، ملاحظه اوليه، وتوفر ادله مهمه للتشخيصات اللي بتبدا من بدايه الحاله. ايضا من العلامات الحيويه الفيتال ساينز اند أنثروبومتريك ميجرز، العلامات الحيوية والتدريبية للأنثروبومترية في البالغين، بتشمل ضغط الدم، بنقيس فيها برضه، بنقيس عند المرضى عند البالغين هذول، بنقيس عندهم ضغط الدم، معدل ضربات القلب، معدل التنفس، درجة الحرارة،
الطول الوزن، ومهم جدا ندرس البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس هو مؤشر كتلة الجسم اللي بتدل لنا على الجسم، هل الجسم حجم الجسم طبيعي متناسق مع الوزن تبعه، متناسق مع الطول تبعه، هل بعاني المريض من ويت لوز من فقدان الوزن، ولا بعاني من اوبزيتي، ولا بس فقط بعاني من اوفر ويت. هذه الامور نحن نرصها من خلال معرفه البادي ماس اندكس. من المفيد برضو ان احنا ندرس محيط الخصر عند المريض، بيعطينا برضو انديكيشن عن نمو الجسم. برضو من الدوكيومنتيشن، ادشنال دوكيومنتيشن از اوفن يوزد ان بيدياتريك سيتنج، مثل برضو هناك امور اساسيه احنا بنسجلها للمرضى، مثل الطول، تتبع الطول، الوزن، النمو. ونمو الاجهزه برضه، نمو الانسان برضه. هذه كل الامور، هذه الامور الشغلات الاساسيه، المعلومات الاساسيه اللي احنا بنسجلها للمرضى وبنشوف مدى تقدمها. هذه كل جزء من الدوكيومنتيشن، الوثائق اللي بتكون عندنا لكل مريض، ومن خلالها بعطينا صوره عامه عن حاله المريض. برضه الفيزيكال فايندينج برضه من الامور اللي احنا بنركز عليها والمتعلقه بالجانب التغذوي، مثل الجلد، جلد الرأس، skin, head, hair, eyes, mouth, nails, extremities, abdomen, skeletal muscles and fat stores. كل هذه البطن، الأطراف، العضلات الهيكلية، وين المخازن الدهون الموجودة في الجسم، وين الجسم بيخزن الدهون، under the skin. كل هذه الامور احنا بنوثقها بشكل جيد وبننتبه لها بشكل جيد، لانها كلها مهمه جدا في المتعلقه بتشخيص حاله المريض ومعتى حاجته للرعايه. Body Mass Index هذا شيء مهم جدا عندنا، معرفه البادي ماس اندكس، واللي بنحسبه من خلال المعادله التاليه. بنوزن الوزن، بنقسم وزن الجسم الانسان وزنه بالكيلوغرام على مربع الطول تبعه، على مربع طول الانسان. اذا بنوزن الوزن بالكيلوغرام، بنقسمه على مربع الطول، بنحسب الطول بالمتر، بنحسب الطول بالمتر، فبنقسم بنقسم الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر. هذا احنا بنسميه البادي ماس اندكس، صوره عن حاله المريض من ناحيه تناسق وزنه مع الطول تبعه، فبعطينا مؤشرات الانسان اندر ويت. اذا كان البادي ماس اندكس عنده 18.5 فاقل بكون عنده اندر ويت، نقصان في الوزن. النورمال للانسان الطبيعي يكون من 18.5 ل 24.9، من 25 ل 29.9 هذه اوفر ويت، بكون عنده زياده في الوزن. الاوبز بكون عنده اوبزيتي، سمنه اذا كان عنده من 30 ل 34.5، سيفيرلي اوبز من 30 ل 39.9 هذا بكون سمنه مفرطه، اكستريملي اوبز زياده شديده جدا اكثر من 40، البادي ماس اندكس بكون عنده هذا اكستريملي اوبزيتي شديدة جدا. فإذا هذا بيعطينا مؤشر مهم جدا لمعرفة حالة المريض وحاجته للرعاية التغذوية. Skin for thickness إحدى الفحوصات اللي إحنا بنجريها للمرضى لقياس كمية الدهون في الجسم، هي الفحص اللي إحنا بنجريه لسمك الجلد اللي هو Skin for thickness، وهذا الفحص بدلنا على كمية الدهون الظاهرية الموجودة في الجسم تحت الجلد، وبكون مؤشر على الأوبزيتي. Laboratory data to diagnose nutritional and medical problems
تعال نشوف أول بداية، تعال نتعرف على تعريف ما هي، ماذا نعني بسوء التغذية. سوء التغذية a suboptimal or deficient supply of nutrients that interferes with an individual's growth, development, general health or recovery from illness. بمعنى أنه سوء التغذية هو عدم الحصول على الفرد على كفايته من المغذيات، هذه المغذيات اللي لازم تؤدي لنموه بشكل طبيعي للصحة العامة وعلى قدرته على التعافي من الأمراض. فنقص إمداده بهذه المغذيات حتؤدي لنتيجة عكسية، حتأثر بشكل سلبي على نموه، حتأثر بشكل سلبي على صحته العامة وعلى قدرته برضه على مقاومة الأمراض. إذا كان بالنسبة للمؤشر البادي ماس إندكس حدد لنا إنه 18.5، أقل من 18.5 كيلوغرام لكل متر مربع، لكل متر مربع في هذه في هذه الحاله، فانه الادلتس البالغين حيعانوا من الاندر ويت، من نقصان الوزن، وبذلك بيكونوا هم تحت ات ريسك فروم مال نوتريشن، بيكونوا تحت عامل الخطر انه ينصابوا بسوء التغذيه. تعال نتعرف على الهيلث كونسيكونسز اوف مال نوتريشن، العواقب الصحيه لسوء التغذيه. سوء التغذيه بتاثر بشكل سلبي كبير على حياه الإنسان حتى من قبل ما قبل ولادته في رحم الأم، حتى فترة الطفولة، حتى الفئات العمرية المتقدمة. According to the WHO منظمة الصحة العالمية، malnutrition affect all age groups، على جميع، بتأثر على جميع الفئات العمرية، من منذ فترة الحمل، فترة الجنين، حتى الكبار، كبار العمر. health consequences of underweight range from intrauterine brain damage، اللي هو بتأثر سوء التغذية على ونقص الوزن على حتى على الجنين في رحم أمه، فبتسبب عندنا تلف الدماغ داخل الرحم، intrauterine brain damage and growth failure، وفشل في النمو، to reduce physical and mental capacity in childhood، إلى انخفاض القدرة البدنية والهزال في فترة الطفولة، to an increased risk of development diet related chronic diseases later in life، إلى الأمراض المرتبطة، الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي في فترات لاحقة من الحياة. بنأكد كمان مرة إنه المالنوتريشن برضو بتأثر بشكل منتال وشكل فيزيكال على على الفئات العمرية المختلفة، وخصوصا على الأطفال، فبتأثر على نموهم البدني، بتأثر على نموهم العقلي أيضا، مش بس على بتعمل هزال في جسمه. ولذلك المالنوتريشن هي من حالات الخطيرة المرتبطة بالتغذية، وإلها انعكاسات صحية كبيرة جدا على جسم الإنسان، فضروري جدا دراسة هذا الأمر بشكل مفصل، وحنتطرق له إن شاء الله بشكل مفصل في الشباتر اللاحقة بإذن الله تعالى. Physical examination مطلوب منكم تعملوا هذا أول ريبورت، أول واجب بالنسبة لكم. Write a report outlining the physical signs of nutrition deficiency. احنا تعلمنا خلال هذا الشابتر انه في فيزيكال اكزامينيشن احنا بنعملها للمرضى حتى نتاكد من اذا كان هم بيعانوا من نيوتريشن ديفيشنسي. هذه السانز اللي بتدل على نيوتريشن ديفيشنسي، في شيء منها متعلق بالايز، بالهير، بالسكين، باللبس، بالنيلز، بالتينيجيو، وممكن تساعد هيلب ذا اسيسور ديتكت سانز اوف نيوتريشن ديفيشنسي اند فلويد امبالانسز. هذه الاختبارات اللي بنعملها والملاحظات اللي احنا بنلاحظها على المريض، وبتدلنا على اذا كان عنده اصابته بنقص، اذا كان بنقص في الفيتامينات او نقص في الكالوريز في الطاقه، نقص في البروتينز، نقص في المينرالز، فكلها بتاثر على حاله الانسان، وبتظهر كعلامات على أجزاء من جسمه. فمطلوب منكم تعملوا هذا الروبورت، حتلاقوا في الكتاب في مرجع، وممكن ترجعوا للكتاب المقرر، وممكن برضو ترجعوا لمراجع خارجية في هذا الموضوع.
هيك احنا بكون انتهينا من شابتر 2. اشكر لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم.